السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم أن تكونوا بصحة جيدة مشتركي قناة Doctors of Future. طبعا اليوم عدت لكم بسلسلة جديدة، وهي سلسلة لا تخص الكادر الطبي فقط من أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان أو ممرضين جامعيين أو إلى ما ذلك إلى آخره. أنا لا أعني هذه الشريحة فقط. اليوم سوف أنزل سلسلة تعلم الحاسب أو تعليم الحاسوب، وبالأخص هو برنامج مايكروسوفت أوفيس وورد وأيضا باوربوينت، لأن المرحلة الأولى لكافة الكليات سواء كليات طبية، هندسة، إدارة واقتصاد، تربية، كل الكليات في المرحلة الأولى يأخذون منهج الحاسوب. والجدير بالذكر أن منهج الحاسوب هو منهج موحد في جميع الكليات، يعني بمعنى أن كلية الإدارة واقتصاد لديها منهج تعليم الحاسوب. ولاحظ أنكم تنتبهون علي جيدا. مثلا كلية الإدارة والاقتصاد لديها منهج علم الحاسوب، تعلم الحاسوب، هو نفس المنهج تقريبا إلى اختلاف جدا بسيط في نفسه في كلية التمريض مثلا، نفسه في كلية التربية مثلا، كلية التربية البنات، كلية التربية الأخرى، كافة الأقسام. فهو نفس المنهج، هو تعلم الوورد وتعلم الباوربوينت وتعلم الانترنت، وهناك بعض الأساتذة من يضيف تعلم الإكسل. الإكسل صعب، يعني لا أي شخص يستطيع التعلم عليه، يعني يحتاج إلى اختصاصات كثيرة، يعني وشخص علوم حاسبات يعني مختص بعلوم الحاسبات. أما برنامج الوورد وبرنامج الباوربوينت والانترنت أشياء بسيطة ويستطيع أي شخص تعلمها، وكل الكليات يستطيعون تعلمها. ولهذا هذا الفيديو أو هذه السلسلة هي موجهة وتستهدف جميع طلاب الجامعات في المرحلة الأولى من جميع الكليات وجميع الأقسام. يعني هي صح قناة طبية، ولكن ارتأيت لأن ننزل معلومات. لربما يأتي سائل يسأل يقول: من الذي لا يعلم في الحاسوب؟ أقول لك عزيزي الطالب، إن كنت أنت تعلم في الحاسوب ولديك حاسوب في البيت، فهناك الكثير من ليس لديه حاسوب ولا يعلم حتى ما معنى ماوس أو ما معنى فأرة أو كيبورد لوحة المفاتيح، لأنه لربما لديه تراه هاتف الموبايل، الهاتف الذكي يختلف جذرا تقريبا عن الحاسوب. الحاسوب يعني الآن على سبيل المثال لا يوجد في الكليات منهج تعلم مثلا الموبايل، لا يوجد هكذا منهج، وإنما يوجد منهج تعلم الحاسوب. الحاسوب هو جزء يعتبرونه في الدوائر يستخدم، وفي برمجيات عديدة وأقوى من الموبايل، وفيه أمور وتعلم، ويعني فيه برامج وبرمجيات تطبيقات تختلف عن تطبيقات التي في الهاتف. فعلى سبيل المثال الكثير لديه هاتف حاليا ولكنه لم يقتني أصلا حاسوب، سواء الحاسوب القديم الكيس أو سواء الحاسوب الحديث اللابتوب بكافة أنواعه وأصنافه ومميزاته ومواصفاته. فالكثير يا عزيزي الطالب من لديه موبايل ولا يعلم شيء عن الحاسوب. فهذا وهؤلاء الطلاب سوف يكونون سعيدون جدا بهذا الشرح. طبعا قبل كل شيء، قبل البدء، كل طالب لديه أستاذ سوف يعلمه الحاسوب سواء في أي كلية كانت أو أي قسم.
يجب أن يكون هناك اتفاق ما بين الطلاب والأستاذ، ليس اتفاق على نوعية الأسئلة، وإنما اتفاق هل الأستاذ يريد شفهي أم يريد على الحاسوب في المختبر. إن كان يريد على الحاسوب فسوف تكون جدا 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 سهلة، أما إن كان يريد شفهي فهنا يجب أن تحفظ الخطوات وسوف تكون صعبة نوعا ما. إذن على بركة الله نبدأ وسوف ننتقل إلى جهاز الحاسب، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى جهاز الحاسب. طبعا أول شيء يأتيكم هو كيفية تشغيل مايكروسوفت أوفيس. فمثل ما قلت لكم سابقا إن كان هناك نصا يريد شفهي يعني سوف يجب أن تحفظ، وما إن كان يريد على الحاسوب فسوف تكون المسألة جدا بسيطة. نأتي إلى زر ستارت، شعار الويندوز هنا في الزاوية اليسرى السفلى من شاشة الحاسب، وهنا أنبه على شيء. إن كان الويندوز باللغة العربية، عزيزي الطالب أعتقد شعار الويندوز يكون على الجهة اليمين، ولكن الويندوز لدي في اللغة الإنجليزية فشعار الويندوز على جهة اليسار، وكل البرمجيات لو تلاحظ معي هذه تبدأ من اليسار، يعني من اليسار إلى اليمين بهذا الاتجاه. لربما لو كان في العربي أعتقد تبدأ من اليمين إلى اليسار، والحاول ساعة والتقويم وقوة السي بي يو والرامات تكون على اليسار أعتقد. المهم، فإن كان باللغة الإنجليزية أنا لا أعلم في اللغة العربية، لأن الصراحة منذ اشتريت حاسب من عام 2004 عام 2005 اعتقد 2004 او 2005 2006 لا اذكر بالتحديد، اعتقد 2005 اعتقد، من يوم اللي اشتريت حاسب قلت لكم لا اتذكر 2004 2005 2006 2007 لا اتذكر، ولكن بتلك السنين من يوم اشتريت حاسب الى الان ويندوز انجليش، يعني ويندوز في اللغه الانجليزيه لا ما استخدم عربي. المهم علينا من الانجليزي، يكون في الزاويه اليسرى السفلى. ناتي للشعار، نضغط على الشعار، نأتي إلى All Programs هنا نضغط عليها. عزيزي الطالب عندما تضغط في زر الماوس الأيسر، زر الفأرة الأيسر، نقرأ واحدة، نأتي إلى Microsoft Office. ها هو هنا، أعتقد إن لم يكن واضح. Microsoft Office أعتقد واضح، تضغط عليه، تختار مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. طبعا هنا انبه على شيء، هناك وورد 2010 وهناك وورد 2007، الفروقات في بعض البرمجيات وبعض بعض الاضافات عليه، ولكن تقريبا هم لا يوجد هناك الفرق الشاسع، و2007 هو الذي الماشي يعني. في هسه لو تفتح جميع الحاسبات اغلب الحاسبات 2007، ما لا اعتقد 2010 ليس هناك كثير، لأن أصلاً 2007 مفعل جيداً تقريباً. وهناك الوورد يأتي باللغة أصلاً الإنجليزية أيضاً، وهناك الوورد يأتي باللغة العربية. الوورد الآن الذي أعمل عليه هو باللغة الإنجليزية، فبعض الكليات منهج الحاسب لديهم باللغة الإنجليزية، بعض الكليات منهج الحاسب لديهم باللغة العربية. سواء كان باللغة العربية سواء كان باللغة الإنجليزية ليس هناك فرق، فقط فرق واحد، وإنما هو يبدأ من اليسار إلى اليمين، هنا من اليمين إلى اليسار. يعني على أبسط سبيل المثال أقول لك مثلا أضيف صورة، سوف تأتي إلى زر Insert. Insert يعني إدخال باللغة العربية، تأتي تختار Picture يعني صورة، تخرج لك صور الحاسب. فلو كان مثلا باللغة العربية لرأيت Insert الإدخال تكون من هذه الجهة هنا من اليمين إلى اليسار، ولكن أصلا نفس الشيء، إدخال تضغط مكتب إضافة صورة نفس الشيء ونفس الصور، يعني هي نفس الرسمة، يعني نفسها Picture, Clip Art, Shapes, Smart Art, Charts, Hyperlink, Bookmark, Cross Reference, Header, Footer, Page Number, Text Box, Quick Parts, Word Art، كلها نفس الشيء.
يعني مثلا هنا عندك سيمبل رمز هنا من اليسار الى اليمين يكون في الاخير، لو كان الوورد باللغه العربيه لا سوف يكون من اليمين الى اليسار، فلا يوجد هناك اي داعي للقلق. فتشغيل الوورد بهذه الطريقه البسيطه اعيدها لكم جدا بسيطه، تاتي الى شعار ويندوز اول بروجرام، تختار مايكروسوفت اوفيس، تختار وورد، يقول لك كيفيه اغلاق الوورد. كيفية إغلاق الوورد؟ الوورد يغلق بعدة طرق. الطريقة الأولى تأتي إلى هذا الـ X، هناك X يكتب Close إغلاق، فقط زر ما فأرى أيسر مرة واحدة يغلق. وهناك طريقة أخرى أيضا لإغلاق المايكروسوفت أوفيس الوورد، وهي أنك أن تدخل على شعار الأوفيس من هنا وتضغط Exit Word، سوف يخرج أيضا. وهناك طريقة ثالثة أعتقد لا القليل من يعلمها، أعتقد طريقة يعني لا يعلمها أحد، طريقة يعني الأغلبية أعتقد لا يعلمونها، وأنا بالتحديد شخصيا لم أكن أعلمها إلا بعد أن تعلمتها، يعني لم أكن أعلمها، جاءتني جديدة معلومة. تضغط على شعار الأوفيس في الماوس مرتان بسرعة، انظر يغلق. فأعتقد واضح يعني أولا من الشعار من هنا، هذا طريقة. الطريقة الثانية من هنا من شعار الأوفيس مايكروسوفت أوفيس إكسايت وورد إكزيت وورد أو خروج من الوورد باللغة العربية. والطريقة الثالثة وهي أن تضغط في زر الفأرة الأيسر نقرتان بسرعة على شعار الأوفيس، انظر يخرج. وهناك بعض الملاحظات والإضافات سوف نأتي إليها تباعا إن شاء الله. أتمنى أن يكون درس قد أنال إعجابكم. لا تنسوا أنتم كطلاب جامعات من مختلف الكليات، يعني إن كان لديكم أحد من أقربائكم في المجموعة الطبية سواء كلية الطب الصيدلة أو طب الأسنان أو التمريض كليات التمريض من كافة أنحاء الوطن العربي ومن كافة المحافظات ومن كافة الأماكن، من أقربائكم من أصدقائكم من جيرانكم، لا تبخلوا علينا أن تنشروا رابط القناة وعمل وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفل الفيديو، وأيضا أهم شيء النشر. إذا اشتراك، تفعيل زر الجرس، نشر القناة، الإعجاب بالفيديو، ترك تعليق أسفل الفيديو. وطبعا أنا لا أجبركم، لكم مطلق الحرية، تشتركون لا تعلقون لا تعملون إعجاب أم لا تنشروها أم لا، لكم مطلق الحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.